ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج الاسد، توقعات شهر ديسمبر لعام 2021. نهايه شهر اتمنى او نهايه سنه سعيده ان شاء الله يعني، وبتمنى كتير ان انتوا تكونوا واخدين بالكم ان الشهر ده شهر هو مليء بالحظ، مليء بالايجابيات، خاصه ان الشمس متواجد فيه مكان خاص داعم ليكم جدا جدا، وبيت الحظ بالنسبه لكم البيت الخامس. الشمس متواجده في برج ناري، يعني انت ليك ان انت تعمل اللي انت عايزه خلال الشهر ده. انت عندك اول 3 اسابيع الاضواء مسلطه عليك تسلط رائع جدا جدا جدا، تسلط في بيتك. يعني ايه؟ يعني عندك اخبار ساره، عندك احتفالات، عندك مكاسب، عندك امور مهمه جدا 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 بتوصل ليها يا برج الاسد، بتجعلك نجم في مكانك، بتجعلك في الوضع الاجتماعي والوضع العائلي. كتير يقولوا اللي راح جه واللي جه، يعني عندك ده اللي هو انت كله مركز معاك، كله مركز معاك. فبرج الاسد انت عندك فيه اشخاص كتيره مركزين معاك، نتيجه لنجاح قوي، نتيجه لايجابيه، نتيجه لوصول لاشياء مهمه، نتيجه لاحتفالات مهمه زي مواليد، زي افراح، زي زواج يعني او خطوبه، زي في استقرار في ناحيه سكنيه او انتقال لمكان اخر. اجواء كتير على فكره. طبعا احنا عندنا في كسوف هيكون متواجد في اول اسبوع كمان بالنسبه لنا. عندنا الكسوف على فكره يعني بالنسبه لك حاجات فيها تجديد، فيها تغيير، فيها انطلاق، فيها ان انت من 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 مثلا خاطب لمتجوز، من سكن لسكن اخر، انتقال يعني، فاهمني؟ ففي انتقال في مراحل، انتقال في مكان. فعندك ده كمان تأثيرات كوكب عطارد والشمس عليك نفس الموضوع، لأن عندك تنقلات وتغيرات رائعة جدا 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 تحقق لك مكاسب نفسية يا برج الأسد. لما نيجي نتكلم على كوكب عطارد المتواجد أول 13 يوم في برج القوس، ده بالنسبة لك بيعني تقدم في الشأن المهني، لأن ده بيت العمل والمال، فده بالنسبة لك بيعني تقدم في الشأن المهني. عندك تقدم في أن أنت بعض الخصومة أو المشاكل مع زمايلك في العمل لا بيتم تصالح. مش بس كده، لو انت او كتير كان من اصحاب برج الاسد على فكره كان عندكم فكره ان حد عايز يمشيك من الشغل، يوقعك في مشكله عشان ان هو ياخد مكانك في الشغل، الى ان هيكون الشغل ده هو اللي طالبك، هو اللي عايز يعلي منك، عايز يوصلك لترقيه، فانت عندك في ترقيه، في منصب، في ان هم اللي ماسكين فيك، فيكون عندك ده جدا. النقطه الثانيه ان ممكن يكون عندك في شغل اخر هو اللي بيطلبك بالاسم، فعندك ده كتير يا برج الاسد. ففي توطيد في الامور المهنيه جدا، وتحقيق مكاسب مهنيه وقوه حقيقيه في الشان المهني بتقدر ان انت توصل ليها. فاذا ده اول 13 يوم. من بعد يوم 14 بقى هتلاقي ان انت عندك فيه شغل كتير، متطلبات كتير، يمكن يكون عندك شغل خاص انت عايز تعمله، او بالنسبة لك انت فيه اللي هو انا عايز اوصل، عايز احقق، عايز اكسب في الناحية المهنية، خاصة لو انت من اصحاب المشاريع الخاصة، فيكون عندك مكاسب اكتر واقوى. عندك ان انت عايز تصلح من اخطائك المهنية، عايز ان انا لا كنت مثلا كسول، لا مش عايز ابقى كسول، انا عايز ابقى، فعندك تصليح اخطاء انت قمت بيها. الوضع كمان بالنسبة لك المالي يا برج الأسد في مكاسب ليها علاقة بميراث، مكاسب ليها علاقة بأوراق قانونية، أو أوراق ليها علاقة بشأن قضائي، يعني لو في كان مشكلة قضائية ليها علاقة على ممتلكات أو غير، فيكون بالنسبة لك في أن أنت بتقدر تحقق المكاسب القوية دي، فعندك ده جدا يا برج الأسد. برج الأسد برضو بالنسبة لك في الشأن العاطفي، الوضع العاطفي من أحسن الحاجات المتواجدة بالنسبة لك، لأن أول 18 يوم في علاقات جيدة، في أخبار سارة، في زواج، في خطوبة، في تعارف حلو، في لقاء مميز، في بداية حلوة، في عندك أجواء ليها علاقة إن ممكن يكون أخبار حلوة تخص أولادنا على فكرة، ودي لوحدها بتعمل توطيد في العلاقات. فإذا أول 18 يوم حلوين قوي قوي، لأن كوكب الزهرة متواجد في برج الجدي بيتك السادس، فانت بتصلح مع الشريك قوي، بتقرب من الشريك جدا. للناس اللي مش مرتبطين في لقاء، في حاله من الحب، حاله من الود، حاله من الترابط، الناس اللي هم الناس اللي هم متجوزين بالنسبه لنا عندنا في حاله من الحب المتزايد، يعني حاجه رائعه جدا. في مواليد على فكره، في اخبار ساره تخص اولاد، في تصالحات عائليه، يعني عائليه عاطفيه، فيكون ده متواجد جدا. فاذا في حالة من الاستقرار. الناس المنفصلين كتير انت عايز ترجع، خاصة عايز ترجع لأبراج هوائية،
يا برج الاسد، فانت عايز ترجع لابراج ترابيه وبرج الجدي جدا، فانت عايز ترجع لهم، هيكون في فرصه للرجوع، بس امتى؟ اول 18 يوم، فسرع من ان انت ترجع. ليه؟ لان احنا لو دخلنا في فتره تراجع كوكب الزهره اللي هو من بعد يوم 18، هتلاقي ان في مشاكل او في حاجات ليها علاقه بيه، ان انت حاسس ان انت جاي على كرامتك قوي، فهيبين في اسلوبك ان انت مش طايق اللي قدامك. انا بشكل بسيط جدا انا في كلامي، بمعنى ان انت هتلاقي الشريك بيتقل عليك، اعمل كذا، لا انا عايز كذا، لا انا مش عارف ايه، ففي تقل عليك، بس انت هتبقى عايز تبلع التقل ده غصب عنك، وعشان غصب عنك بيبان في المعاملة ان انت بترد عليه بشكل ناشف، بتتعامل معاه بشكل ناشف، هتبقى انتقاضي معاه ومتهور في تعاملك معاه. فاذا من بعد يوم 18 احذر في العلاقات العاطفية. اتمنى ان اللي بيسمعني اللي مرتبطين ببرج الاسد، على فكره دي حاجه شان عام، يعني التراجع كوكب الزهر ده بيأثر على الابراج كلها، ان احنا نبقى مضغوطين عاطفيا كده، فخلينا ان احنا نتحمل بعض، لان انت وغيرك هتلاقي ان انت تعاملات مش اللي هو يعني، لا كله هيبقى مضغوط، فخلينا ان احنا نساعد بعض، او ان احنا يعني نتحمل شويه. انت هتبقى بتيجي على نفسك فعلا في من بعد يوم 18، هتيجي على نفسك كتير كمان، خاصة آخر 10 أيام. طيب بالنسبة كمان يا برج الأسد، الأمور الخاصة بيه طاقتك عاملة إزاي؟ مبدئيا انت عندك طاقه ايجابيه كتير، عندك حته اللي هو بص اللي هو دي الشموخ دي، عندك شموخ حلو، عندك انك واثق في نفسك جدا، عندك يمكن يكون خبر صار بيسعدك، بيخلي ان انت عندك اللي هو انا جامد كده، انا مبسوط، انا فرحان، عندك فرحه فعليه، وده من اكتر الحاجات اللي هتسبب تسلط الاضواء عليك، ولما الاضواء بتتسلط عليك اجتماعيا وعائليا بتفرح اكتر بنفسك. بس ما تفرحش قوي عشان ما تصابش بالحسد، ما تصابش بيه العين، ما تصابش بيه النظرة، لان في فرق كبير على فكرة، في فرق ما بين النظرة والحسد، والنظرة وقتية وقتية، الحسد بيدمر بس ممكن اللي هو فاهم، لكن النظرة دي اللي هو بتيجي وقتي. فخلي بالكم كتير انك برضو لازم تحصن نفسك وتداري افراحك، مش اللي هو انا عندي وعندي ومبسوط بقى والناس كلها هقول فانا ابقى فرحان، لا خلي بالكم كتير قوي 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 على افراحكم، داروا افراحكم، لان ممكن يكون حد مش بيتمنى لك الخير، بيتمنى لك زوال النعمه، حد ممكن على فكره يكون مش عنده الحاجه اللي متواجده عندك او عندك، فيبدا ان هو يبص لك، يعني في حد ممكن يوصلك غصب عنه على فكره، ده في ناس بتبقى كده، الواحد بيبقى مثلا هو بيزعل عشانهم. فالمهم برج الاسد عندك الوضع الاجتماعي قرب او العائلي، قرب علاقات عائليه، تواصل عائلي، يمكن يكون في مناسبه سعيده بيجتمع الجميع فيها، الوضع الاجتماعي انت نجم في مكانك جدا، حتى كمان في الشان المهني وسط زمايلك هتكون شيء مكرم او مقدر او عندك شهاده تقدير او مصالحه، يعني حد بيعتذر ليك اعتذار قوي، فبتحس بقيمتك جدا جدا. اول 3 أسابيع افضل كتير كمان اجتماعيا من الاسبوع الرابع او الاسبوع الاخير. بالنسبة لك انت عندك كمان اشخاص بيدعموك جدا، اشخاص بيدعموك هما ليهم علاقة بسفر او ليهم علاقة بالخارج او ليهم علاقة بتعاملات اجنبية عنك. بس انا هقول لك على حاجة مهمة، اول 18 يوم حلو قوي، عايز تتعامل مع شركات اجنبية، سفرت ثقافة مختلفة عن ثقافتك، الجو ده كله تمام كتير. بعد يوم 18 احذر من التعاملات الأجنبية، احذر من، لأن هيبقى في مشاكل مع أشخاص هم غير ثقافتك، هم غير جنسيتك، هم ممكن يكون في مشاكل في سفر، يعني لو أنت عندك سفر في أول 18 يوم هيبقى ماشي سالك، لكن من بعد كده هيبقى في تعطيل في أوراق، تعطيل في مستندات، في ضغط شوية، فيكون دي الأجواء المتواجدة بالنسبة لك. الأمور الصحية يا برج الأسد، الأمور الصحية بالنسبة لك هيكون في حالة خروج من أزمة صحية بس بشكل تدريجي، يعني بتتعافى من مشكلة صحية بشكل تدريجي، عندك ضغط، عندك فيه، بس حاول برضو يعني للناس اللي بتتكاسل عن ان هي تطمن على صحتها، يبقى في تحاليل مطلوبة منها، لا ان انا أجلها، لا ما اعملهاش، لا مش عارف ايه، لا خلي بالك كتير، انت مطالب بزيارة لطبيب، مطالب باهتمام صحي اكتر، خاصة اول 4 أيام من الشهر، اول 4 أيام، انت من يوم 4
من يوم 4 بتبدأ معاك الدنيا تبقى فيها تحسن في الأمور الصحية، تحسن في إنك بتخرج لحالة جديدة، بيبقى في بداية جديدة أو استشفاء صحي، أو بتسمع خبر يسعدك في الشأن الصحي، بمعنى إن أنت تعافي من حاجة مشكلة وانتهت، بس بتبدأ بعد كده تدي تعافي بشكل تدريجي إلى إن نوصل لصحة مستقرة. بس ده للي هو هيبقى بيحافظ على صحته، للي هو مهتم بأن هو بيزور طبيب. لكن في أشخاص بيبقوا مهملين في صحتهم من أصحاب برج الأسد، أتمنى أن أنتوا ما تهملوش في صحتكم نهائي. شهر بشوف أنه من أحسن الشهور اللي هتمر عليكم، ويخليكم أن أنتوا تبتدوا بداية جديدة متألقة لعام 22، في فرص كتير قوية، في ميراث، في فلوس، في جو ممتع، في مكاسب حقيقية لها علاقة بأمور قضائية، لها علاقة نفسيا أنت بتاخد قرارات أفضل أول 18 يوم طبعا. فأنا شايف أنه شهر ممتع كتير. بشكركم. التوقعات الأسبوعية نبقى نتكلم بشكل تفصيل أكتر، لأن بنتكلم على شكل الأيام نفسها. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.